كل الأملاك تاع الفلاحين اللي تمست تم إحصائها تقييمها وكذلك بتعليمة فخامة السيد رئيس الجمهورية تم ضخ الأموال اللازمة لتعويض كل الأضرار. هنا رانا في ولاية تيسمسيلت فيه في سفوح الولد شريس فيه 20 فلاح تضرر من هذه الحرائق تم تعويضهم، واليوم يعني هكذا في هذا الجو وفي هذا الحفل نعطي شهادات للفلاحين، شهادات الاستفادة للفلاحين اللي كانت مستهم هذه النيران وتم الاستفادة تم استفادتهم من هذه التعويضات بهذه المناسبة.